صباح الخير. النهاردة هوريكم أصغر شقة أنا عايشة فيها، بس فيها أفكار جميلة جدا. فلو حد عنده شقة صغيرة مثلا في مصيف أو شقته صغيرة عموما، ممكن ياخد الأفكار اللي أنا هوريها لكم دي، وهي أفكار حلوة قوي. يلا بينا نبدأ. بصوا، دي أنا كده واقفة على باب الشقة، ماشي؟ يعني باب الشقة أهو، خلاص ده باب الشقة. أول ما تخش باب الشقة تلاقي المطبخ، هو أمريكان كيتشن كده، ماشي؟ اهو هحط بقى العيش وحط الحلل، ودي المطبوخية، ده الحوض، حوض عينينا اهو، يعني مش حاطين حوض صغير. ودي حاجات الشاي، طبعا المية، عشان اللي بيعيش في شرم عارفين ان المية لازم شرم لازم يشتري لها مية معدنية. ده شباك، ده المطبخ اهو. الكيس دي بقى ايه؟ بصل وتوم، بس لسه ما جبت لهمش منظمات عشان انا لسه جايه امبارح، والصورة توريكم الفيديو اهو. ده بقى البار بنفطر عليه او نتغدى عليه، ده بقى كوبايه شاي بلبن كنت عاملاها بقى ايه. طبعا عاجبني قوي الكراسي العاليه، علشان بحب اقعد انا على كراسي البوردي قوي. دي التلاجه، دي كراسي بارتنا علشان لو عددنا كبير. دي الكنبه تتفتح سرير، ففكرتها حلوه قوي، لونها بيج. ده التلفزيون، دي النضاره بتاعتي. طب هو الساعه كام؟ الساعه 7:30 الصبح. ده الحمام، دي اوضه النوم، بس هي دي الشقه. ايه رايكم؟ ايه بصوا بقى ايه احلى ما في الشقة. نفتح بقى البلكونة الصبح، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دي كرسيين وترابيزة والمنشر اهو. اهو بص السور الخشب ده حلو اوي، بحب الحاجات دي اوي. بصوا اهو الشارع اهو، ده الجبل، يعني احنا في وشنا على طول الجبل، ونمشي كده كده كده. بصوا نلاقي البحر، شايفين البحر؟ ايه عايشة في روقان. الخط اللبني ده البحر اصلا، بس هو الشمس ضاربة عليه مديه لون لبني فاتح. في مركبة هناك خالص بس مش شايفه. بصوا المركبة، شايفين في نخلة كده اهو، بعد النخلة بشوية، مش عارفة اجيبها لكم. بصوا اهو اهي، شايفين المركبة اهي اهي، انا جبتها لكم اهي. ده رايحة فين دي؟ بصوا ماشية اهي، والله ماشية اهي. حلو، هقعد اتفرج عليها وانا بفطر. بس هي دي الشقة، يا رب يكون عجبكم وعجبكم فكرة، يعني يا رب يكون عجبك الفيديو. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناة، اهلا بيك. لو انت لسه مشتركة لسه مش مشتركة، مشتركة جديدة يعني، وتابعيني الفيديو الجاي. ويلا باي باي.